السلام عليكم. وزارة الشؤون الاجتماعية مركز ببنين، مركز وكر آخر من أوكار الفساد بالدولة اللبنانية عوافة. أنتوا بتعرفوا، أنتوا أهلنا وأنتوا إخواننا. صوري ما منفذ عن الليكي وجناه، ما بيقصر صوري والله، صوري عودي. بما أنه هذا المركز وكر من أوكار الفساد، ليكوا الاستقبال على الباب، استقبال بتطلع لبرا بيكبوك، ليكوا كيف؟ استقبال بتروح على الزريعة، على أساس في صالون. طبعا عميتها على التلفزيون. إيه. إذا بتريدوا هذا المركز. المكتب لها أجر غير مسلم. لهالكم، في شباب. إذا بتريدوا، ست المديرة. في ناس انشطب أسماء وهن بحاجة وأنت بتعرفي. صحيح. وفي ناس إجا أسماء وهن منن بحاجة. انتوا عم تشتغلوا عليه، بس الوزاره تقرر. نحن بنحب ترتاحوا، عملتوا جهدكم والوزاره ما وافقت معكم، سكروا للمكتب لهالوزارة الفوضى. بالنهايه نحن مركز خدمات، يعني بدنا نخدم الشعب. ما بدنا نخدمه، بنسجله بنخدمه. بعدين ما بقى بدنا نخدمه. نحن يا اختي الكريمه، في ناس ما معها تاكل، في ناس عيفه ربي انشطبت، بس العيفه ربي ترجع لربي بسبب المساعدات والتسجيل نرجع بنفتحها. نرجع الساعه، اذا رحنا وسكرنا بيقدروا يفهموا. وضرب الحبيب معيب حتى تكوني محميه بلغه. ايه شو؟ طيب كيف بدنا نبلغ عليك انه انت وزاره الشؤون سجلتوا المحسوبيات؟ بس نحين بلغي المراه اذا اكلت كف قول. ما المراه صوتيه عم تضرب هالايام. دعم تعاونية الألبان والأجبان، شو بدي برب تعاونية الأجبان والألبان؟ أنا بدي أدعم الشعب الفقير. لك كله يافطات وصور ودعويات لك. إيه. الله يرضى عليك، يلا قولوا يا رب. سكروا المكتب إلى وقت غير مسموح. يلا قولوا يا رب. قولوا يا رب إذا بتريدوا. يعني والله ما بيمشي الحال، هذا الباب بده يتسكر إذا بتريدوا. إذا بتريدوا، يلا إذا بتريدوا. ما بيمشي الحال، والله ما بيمشي الحال. لا 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 لا، أنا بدي أوقف طريقهم، أنا بدي أوقف طريقهم. إذا بتريدوا يلا. إذا بتريدوا يا ست، هذا المركز بس الدولة صرت تعطي الفقير حقوقه بمنطقة ببنين وعكار بينفتح المركز. إيه؟ إيه فقره، هلا بينحرموا من القبض شهر، مرت الجاي كل شهر بيصيروا بيقبضوا قد ثلاث شهور بيطلعوا الفرق، بس نوقف الفساد بالدولة، هي المال ما بيقعد ينسرق للسياسيين، بيصير ينصرف على هول الفقرة اللي هون. نحن من شايكم سكرنا كل شيء. يلا ما بدنا نجادل كثير، الله يرضى عليك. تفضلوا اذا بتريدوا. تفضلوا. نحن انتم اهلنا، قلنا لكم باي باي هذا الباب والباب الاخر. اذا بتريد هذا المكتب فاضي ولا دولار ما في بقلبه. يلا الله معكم، الله معكم. شو رايك بعطي مصاري؟ الله معكم. ايه شوفي ما بدي اشوف بالجوارير، هي خصوصيتكم ما بدنا نشوفها نحن. ما يسكر الباب، الله يرضى عليك. هذا مركز الشؤون الاجتماعيه ببنين راح يسكر حتى اشعار اخر. لانه الوزير عم يتعامل بطائفيه كمان. ايه لكن يلا الشباب سكروا المركز بحلبه، وهذا مركز ببنين رح يسكر. عكار المحرومه مراكزها ما فيها شغل. لا يلا باي باي يا حلوين، الله يسهل امركم، الله يسهل امركم. يلا اذا بتريدوا الله معكم. المديره بتسكر ورانا احسن ما يتهمونا دلينا هون وسرقنا معدات. نحن بنطلع قبلك يا ست. تفضل البيت يا ريس. البيت يا ريس، لما كنا عم نحكي معك يا استاذ مازن مشان الوزير تعمل لي ما باليد حيله، قلت لك في علم فقره وانت شفت بعينك يا استاذ مازن. الله يرضى عليك، وانت عارف وجعنا وجع الناس. يلا انا يرضى عليك يا ست. يلا قولوا يا رب. الله يرضى عليكم. ايه تفضلوا. تفضلوا. يلا نسكر الباب. يلا بدنا نقفلوا اذا بتريدوا. يلا 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 طلعين نشوف اذا في حدا فوق. في حدا هون؟ اذا بتريدوا يلا لتحت اذا بتريدوا. يلا هذا مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية ببنين يغلق إن شاء الله حتى ياخذوا قرار بأنه اللي كانوا مسجلين الفقرة يعطوهم، شطبوا الفقرة وتركوا عندهم فيلل. يلا قولوا يا رب. مين صار في حدا هون؟ هذا مسكر. يلا قولوا يا رب. يلا تفضلوا تفضلوا معنا يلا. يلا. يلا المديرة يلا يلا قربوا. يلا حسكر يا استاذ. تفضل اذا بتريد يا استاذ. ما تزعل منا يا استاذ، انت بتعرف. انتوا بتعرفوا معاناتنا وبدنا نشتكي لكم، صح ولا لا؟ ما اشتكينا لكم؟ خلص
قلنا لك انه بدنا نوصل لمرحلة هاي، ما تجاوب معك الوزير يستفيض يستفيض. خلصنا والباب البروني. تفضلوا. لازم تزعفوا له للمركز تسكر. السلام عليكم. ست المديرة الله يرضى عليكي ما بتفتحوه. بس يجي قرار بإعادة النظر بالمسجلين نحن بنساعدكم بفتحه ونحن بنكنسوا معكم. السلام عليكم.